السلام عليكم، معكم دكتور صيدلي محمود قريطم. النهارده هتقدري تعالجي طفلك من الانيميا بمركب عباره عن نقط بطعم الكراميل. ايوه زي ما بقولك بالظبط كده، نقط بطعم الكراميل. هتقدر تقي طفلك من الانيميا وتعالج الانيميا في نفس الوقت. معانا النهارده هيدروفرين نقط. زي ما حضرتك شايفين هيدروفرين نقط. المركب ده عبارة عن ايه هو الهيدروفرين؟ الهيدروفرين عبارة عن مركب حديد بولي مالتوز. تمام، ايه بقى ايه قصته وليه هو في الصورة دي؟ المركب ده اول حاجة الطعم بتاعه طعم الكراميل، يعني مش هيبقى طعم مر، مش هيبقى طعم وحش، مش هيبقى طعم غير مستساغ للطفل. كمان المركب ده الميزة اللي فيه مش بيتأثر امتصه بالأكل ولا باللبن، يعني تديه بعد الأكل قبل الأكل مفيش مشكلة، مع اللبن من غير اللبن مفيش مشاكل. المركب ده أمان في الحمل والرضاع، يعني الكبار ياخدوا يا دكتور؟ ياخدوا المركب ده مفيش أي مشاكل. كمان الميزة اللي فيه مش بيأثر على مستويات النحاس والزنك كمان في الدم. تمام، المركب ده كمان مش بيتعب المعدة، لا ولا للأطفال ولا للكبار. تمام، أقصى حاجة ممكن يعملها بس إنه يخلي لون البراز مسود شوية، وعند بعض الناس مش كل الناس. أهم حاجة فيه وأفضل حاجة فيه زي ما قلت إنه طعمه طعم الكراميل، يعني الأطفال هياخدوه بسهولة جدا. طيب يستخدم من عمر كام يا دكتور؟ للرضع. الرضع يعني قد ايه؟ يعني هقول لك يا سيدي، ممكن نستخدمه للوقايه وممكن نستخدمه للعلاج. طب لو عايز اعالج الانيميا، عملت تحليل صوره دم والطفل طلع عنده انيميا، اعالج ازاي؟ لو انا طفلي رضيع حوالي 5 ل 10 كيلو ياخد نص ملي مره في اليوم في اي وقت في اليوم مفيش مشاكل. طيب لو عمر طفلي من سنتين لست سنين هياخد نص ملي مرتين في اليوم، وعوريكم انا شكل الملي ازاي دلوقتي. ولو طفلي عمره من ست سنين ل 12 سنة هياخد ملي كامل مرتين في اليوم. ولو الطفل اكبر، لو خلاص بقى مقاش طفل بقى خلاص، احنا لو اكبر من 12 سنة تمام، والبالغين ملي 3 مرات في اليوم. تمام، دي جرعة ايه؟ جرعة علاجية، يعني طفلي عنده انيميا فبعالجه من الانيميا. تمام، طيب الملي شكله ازاي؟ هو اصلا شكل الهيدروفيرين اهو، ده شكل الهيدروفيرين. تمام، اهو اهو. تمام، وادى هتلاقي حتى ريحته، هتلاقي ريحة الكراميل، هتلاقي متدرج هنا تدريجات، نص اول حاجه، ربع، وبعد كده نص، وبعد كده تلات ارباع، وبعد كده واحد ملي. خلاص تمام، مفيش اي مشاكل خالص منه. طيب لو انا بقى طفلي ما عندوش انيميا بس عايز اديله حاجه وقايه من الانيميا، ساعتها الجرعات هتقل للنص حاجه بسيطه. يعني مثلا على سبيل المثال لو طفلي رضيع ومن 5 ل 10 كيلو ربع ملي مره في اليوم. خلاص، طيب لو من سنتين لست سنين نص ملي مرة في اليوم. طب لو من ست سنين ل 12 سنة كنا بنقوله في الجرعة العلاجية ملي مرتين في اليوم، هنخليها ملي بس مرة في اليوم. طب للكبار كنا بنقوله ملي في جرعة علاجية 3 مرات في اليوم، الجرعة الوقائية ملي بس مرتين في اليوم. خلاص تمام. طيب لو أنا طفلي نازل، طفلة زي بيقولوا ابن سبعة كده، او طفل وزنه قليل اقل من كيلو ونص، ساعتها ياخد نقطتين بس في اليوم في بقه. خلاص، ساعتها ياخد ايه؟ نقطتين بس في بقه كل يوم. الهيدروفرين سريع الامتصاص وبيمتص بسرعة وبيدي نتائج فعالة ومتميزة. ولو سألتوا عليه هتلاقوا ان اي ام بتحب تضيف لها هيدروفرين عشان طعمه الحلو الجميل. العبوط الهيدروفرين ده عاملة 21.75 سعر، السعر بتاعها 21.75 سعر.
هيدروفيرين نقط حديد من الحاجات الممتازة جدا لعلاج الأنيميا. طبعا مش عوصي وفي كل فيديو بقول ان عشان الأنيميا لازم مع الدواء الأكلات اللي بتحتوي على حديد، وقلناهم كتير قبل كده، قلنا التفاح والعسل الأسود والبتنجان والكبدة والخضروات كلها، لازم تغذية الطفل يعني دي من الحاجات الأساسية والمهمة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.